بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نحمد ربه نشكره في دغي الصغر اسم لغي نور نسين الصلاة تفن في الطهر دي صوت الأخبار كني في ديوم روحنين أي حنين يا جبار فتح البصر جعل الصالحين فعفو ضغما عثرت كني تشكني ذي المعين أي ثمثنة ثمثين داخل تمور تفرات تمور السلام ربي ذن في اللون سلم حب حلاوين كسيز ديك الولون إن شاء الله تعالى مازال قوسان الخير قوسان الفركة قوسان القرآن قوسان تمسني قوسان الدعاء غي وربي دبريت اللقام غي وربي دبريت الإصلاح هذه صلاح ربي الأمورنا غادي تقبل ربي صيامنا غادي تقبل ربي القيامنا أي ثمثنة غي تبطى ربي في الطاعة غي تبطى ربي في الدين غي جعل ربي لقويتها ري صوضا اولا زديكن ارولا وانا يتمثل عزيزا يتمثل تسمتين نبدا غير ذويلين قاعد نهضر في القران الى اخره يظل لي نهضر في العظمه من سيدي ربي سبحانه ذي الكون نبويد الايه 2 ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار نند باللي اين دي خلق سيدي ربي العالمين ذي الكون كساسوات كنوان كساسوات القاعه كساسوات نفسيتنا امرنوالي غير كنوان امرنوالي القواعي مرنوالي غير العدم كي يتسوى خلق مرنوالي الحيوان مرنوالي القاع مرنوالي التجرة مرنوالي غير السيجنال مرنوالي الهواء كربي لله ديال الكون داكيا سي تون بروف بلي رب العالمين ذا العظيم ذا الخالق ذا الرحيم سبحانه وتعالى يزمر كل شيء هايث مثلا عطاسيك تهمن النبي صلى الله عليه وسلم بلي ذا نشد يخدم القران كيني مستحيل هايث مثلا الصحراء السويعتيس 14 سيكلو ناريير أتولي طلع الشام كي يعيش النبي صلى الله عليه وسلم دون زان ديزار يافي با دو موايان يافي با تكنولوجي يافي با كريقان دي زانستريمون دو القراية ولاش تساوي القراية أما نشبه القرآن الكريم أتولي بلي غيني تيدي يهضر سيدي ربي سبحانه ذي الموحل النبي غادي يهضر في الناس النبي صلى الله عليه وسلم ويكشي ما غادي البحر باش غادي يهضر في البحر النبي صلى الله عليه وسلم ويلا راه الطبيب باش غادي يهضر في الطب يهضر في القرود أم كي قال له عبوطي مات النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى تساوي البشر ديالي غير وقور غادي يهضر في قور النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى تساوي ديالي غير يطيج باش غادي يهضر في يطيج النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى تساوي البشر ديالي غير هلوان باش غادي يولي غير ثلان كيتواخد من لي ستاسيون لي بلانيت الى اخره ده المحال والقران كي امر النبي صلى الله عليه وسلم يدير خدمة 14 سيكل ابري ثورا افيك لا سيونس سي العلم الاختراعات سمو سرير الذاكره اوك لي موين لي زانسترومون دو طرافاي او كونطراري مال العباد تورا غمرض نجمع لك الغاشي غندخل من خير من القران فاش تقرب بالعالمين الناس لو اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا والقران الكريم يعذون الدين يبغانا تسكسني القران يبغانا نخدم لي سيروري القران ربي ناد ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه يا با دوت تكتفني القرآن الكريم ولا شك الشك وإلى ضرب القرآن الكريم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا غاني عذون الدين وذي بغانا تسكسني الدين الإسلام أمر دفن يرى القرآن السسمن أمر دفن خل القرآن السسمن أزمرنا لا ولكن سيد رب العالمين يهضر ده في الآيات من القرآن يهضر ده في العظمة ينس يهضر ده في هنوان يهضر ده في القواعي يهضر دمامة في الكوري ما في الجسم ماشي لين رد طالير الكيلير أكلي قارن ماشي الاختصاص له ولكن انقرصه مدو فغير الدينير بلي رب العالمين يجعل ده الآيات جوست على فان دي موند رب العالمين دي سفقان الآيات نسيدي رب العالمين دي ديكوفرسيون تيفكتورا للعلماء غير القران كسوا دي زاميريكا دي زالمون دي كانديا دي فرونسي دي زيطاليا ذن مخو خيم قرانا ذن العلماء غير قرانا ديكوفرين دي شوز وفاتري دي القران الكريم وكشمل الاسلام وكيد العلماء ماشيين من وانا سي دي كرون سافون روح حتى الانترنت تشوالي بلي جو كيزون براسي الاسلام Les gens qui se sont convertis à l'islam, c'est par rapport aux découvertes scientifiques, c'est par rapport à la science. Les premiers versets coraniques qui disent que nous avons fait le vieux Moshe Fersal,
لي برومي فيرسي كوراني، اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. الله الله القران العظيم، الله الله يا ولد سيدي رملان، اقرا باسم ربك، غر في مالي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فاشتقيت مثل سيدي رب العالمين نادي القرآن الكريم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولا سنريهم آياتنا صافي ديال اسس منغ الايات ديال الكون، ماشي الايات من القران العباده، الايات المعجزات نسيت رب العالمين. اكوين اللي خلق دون لونيفير، اكوين نفسي نلعب ثورا الطيب لا ميدسين تبضري وثم درجه العجب والعجائب، تبضري ليميت دو لا سيونس العجب بظن اكلي قال تقسم دي زورغان ديكوفرين دي شوز. وفهمتني القران الكريم تروح كان لو بيبي غا الجنين صغر وقرود مكيكس دوري تعبط ديمات مكاري لي سيت اون غوت دو سبير مكاري فولي ليفولوسيون دو كلي خارج دو بيبي الا ما يفرض كاع بوتي مات. هو الذي اخرجكم من بطين من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. ينظر بالعالمين القران الايه من الرحمن اتروح مع سوره الرحمن ما تصغر مكر صورة الرحمن يميك هالضر رب العالمين إلى إنس كل الجن إلى عبد كل الجن. فالشيخ قال يا معشر الجن شو دين رب العالمين الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فبأي آلاء ربكما تكذبان. دونك لو كان بيان في دو فوتر سينيور نيريفو خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولم خرب بين ديود السيد رب العالمين في اللي درسي كوراك يهضر دا فيه النير يهضر دا في القاعة يهضر دا فيه ثران يهضر دا فيه طيج يهضر دا في الإنسان يهضر دا في الجن يهضر دا في البحر يهضر دا كلي قرن الاسباس دو لونيفير. ولكن الله فان شو دينا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هيث مثلا سيدي ربي سبحانه يخلق غير الكون كين كونيا يطيجا كين خلق سيدي كونيا القاع يخلق سيدي كونيا يغني خلق اختي ديال كنيه لوكسيجين خلق اختي ديال كنيه القاعه كربين الله ديال القاعه خلق اختي ديال كنيه. رب العالمين قال سخر لكم ما في السماوات وما في الارض صافي دير يسخر غير فكايا غير رب العالمين الى الكنوان ديال القاعه اسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ما نحسب النعمه سيدي رب العالمين اي ثم تنربو يحوج عليك النعم اي ثمتني ربي يحوجها للقاعة اي ثمتني ربي يحوجها وكاين يدي خلقها اي يدي خلق يخلق خير ديال الكنيه تكريما لبنو ادم ولقد كرمنا بنو ادم يكرم غير فكايا القيمه سيدي رب العالمين. ولكن البيت الهدف يميدي خلق كونشتا باش نعمل باش نشكر باش نخدم الواجب لنا رب العالمين. ينال ان جعلنا ما على الارض زينه لها ربوتي ان جعلنا ما على الارض كربين الله سفلى القاع زينه لها اين لنبلوكم ايكم احسن عملا صبرا بشكل غير يشرف سيدي رب العالمين بشكل غير يبتلي رب العالمين. وبعد وانا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا وبعد كل شيء فاك ثور غير مثل نكون مقاره قولي دي خلق سيدي رب سبحانه خاطر نتفكرك دروس كاع رمضان بدا بينا رمضان هذا الهضره في الصبر الهضره في الصرف كاع الهضره في التواشرت الهضره في الصدقه الهضره كي قارن في الامور الدودي الهضره فين يصفرح الهضره في توذر الهضره في يوم القيامه الهضره في الجنه. ولكن نهد نفكر دي باساج كاع بلي غادي لي ربي سبحانه والعظمه يزيد الكون كاع وعار
العظمة ينسي الكون قير أكلي قارن إن كلية بشكل أن يسي القيمة سيد رب العالمين أن يسي نزل للناس ربي خلق غير بشكل أن نعبد وإن شاء الله يدويني لسدود أن نكشمي المواضيع الترغيب والترهيب والخوف والرجاء لحب السيد رب العالمين الفعايل التواب في الحسنات إلى آخره ثم رغش هذا الدنيا إلى قناة عظم السيد رب العالمين إلى قناة في كل قيمة السيد رب العالمين. ربي قال القرآن ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا غير ربي ذو ريث اللقام غير ربي ذو ريث الدين غير ربي ذو ريث الإحسان ليصلح ربي أمورنا اللي تقبل ربي صيامنا يمولا الخير ونفكر ربي الخير وردي خير ديما غيري فننا وثن سنة نحافظ ربي نرجع ربي رمضان مربوح ذو نادي وين الرحمة ذو نادي وين الخير هذه يرحم ربي وذي موثم هذه يصحل ربي موضان هذه يكسر ربي لغاية تقول أول أغيت بتربي غفلة إله إلا الله محمد رسول الله أولي ورثة مواقما الحمد لله مظلم أصطفى الله جاو انت الويد أرذ ورثي ديستون ما يرثو خلاق.